الحدود السورية الأردنية، الأردن الرسمي يشتكي منها بل وخائف منها، وبدأ يردد كلاما قديما يقول إننا حذرنا منذ زمان بعيد من خطورة التمدد الإيراني. ما يجري على الحدود السورية الأردنية أوله مخدرات، ولا أحد يعلم ما هو آخره. أجهزة الدولة الأردنية تشتكي للقريب والبعيد أن الأمن القومي لها أصبح على المحك، والأسد وضع بأذن طينة ووضع بالأذن الأخرى عجينة. حياكم الله فيما تبقى. طالبت الحكومة الأردنية النظام السوري بضبط الانفلات الأمني على الحدود بين الجانبين، وذلك بعد تصاعد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة من سوريا باتجاه الأردن. معي من العاصمة الأردنية عمان الباحث المتخصص بشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم. دكتور مرحبا. مساء الخير دكتور، مع التحية لك وليضفك والمشاهدينك الأعزاء. مرحبا. الأردن عاد يحذر من خطورة التمدد الإيراني، كلام قديم جديد دكتور معاذ. الأردن الرسمي والأردن الشعبي يئن من محاولات التهريب للمخدرات، ليس فقط المخدرات بل أيضا السلاح، وبعتقد أن القضية أعمق من ذلك بكثير. الآن الهدف ليس فقط النيل من المجتمع الأردني عبر تهريب. العام الماضي تم مصادرة أو إحباط تهريب 65 مليون حبة كبتاغون إلى الأراضي الأردنية، عدا عن الأشكال المختلفة للمخدرات. إحنا معاد عندنا بمعدل كل 10 أيام عندنا عملية تهريب، وصلت إلى عمليات تهريب الصواريخ 3000 نوع من الذخيرة إلى الأراضي الأردنية بأساليب مبتكرة، من ضمنها استخدام الطائرات المسيرة، استخدام المواشي، وصلت إلى حد الأنفاق. هذا ما يتم الإعلان عنه من جانب المصادر العسكرية الأردنية، والمخفي أعظم من ذلك. بعتقد أن هنالك كثير من المعلومات التي لم تدل بها لغاية الآن الجهات العسكرية والأمنية لاعتبارات عديدة سياسية وأمنية. والأردن معاذ لجأ إلى عدة مسارات لهذا الأمر. أولا بدأ بعمليات مفاوضات ومباحثات مع الجانب الأردني، أخذت طابع سياسي وعسكري واستخباري، خاصة الاجتماع اللي جرى في عمان في 24 يوليو من العام 2023 لم يتمخض عنه شيء، النتيجة كانت صفر. وللأسف الشديد هذا بيعكس على أن هنالك نوايا مبيتة موجودة ليس فقط لدى النظام الأردني بل أيضا لدى الأطراف الأخرى الموجودة، خاصة الجانب الإيراني الذي يصول ويجول في من خلال جبهة جنوب سوريا، و قام بنقل ميليشياته وأذرعه على الحدود الأردنية مع الجانب السوري البالغة 375 كيلومتر، وألبسهم لباس الجيش السوري. الجانب الآخر هو
المسار الآخر الذي لجأ إليه الأردن فتح مفاوضات مع الجانب الروسي، لعل وعسى يستطيع أن يضغط على النظام السوري، على النظام الإيراني لوقف عمليات التهريب. لم ينجح الأردن من خلال مفاوضاته مع الجانب الروسي بذلك، وربما هذا بيعود إلى ربما انشغال الجانب الروسي بالقضية الأوكرانية وإعادة الانتشار للجيش السوري والميليشيات والأذرع على الحدود الأردنية، وعدم رغبة روسيا في الدخول في مواجهة مباشرة مع الجانب الإيراني. الجانب الثالث، المسار الثالث اللي جاء إلى الأردن هو مسار المفاوضات مع الجانب الإيراني، وقال لك خلينا نروح على رأس النبع وخلينا نعمل مفاوضات مباشرة جرت من خلال المفاوضات التي تمت في بغداد وأخذت طابع أمني مخابراتي بالدرجة الأولى، وتعهد الجانب الإيراني بأنه سوف يقوم بمنع عمليات التهريب وعدم محاولة النيل من الأمن الأردني، لكن لم يلتزم بذلك. فبقي الخيار الآخر، الأردن يطرح مجموعة من الخيارات للتعامل مع هكذا موقف، خصوصا في ظل تصاعد عمليات التهريب اللي أخذت بعد خطير جدا، دخلت جماعات منظمة مدعومة من الفرقة الرابعة السورية، حاولت اجتياز الحدود الأردنية بطرق وبأساليب مختلفة، كانت مدربة، كان هنالك لديها مجموعة من الأغطية النارية لمحاولة عبور الحدود الأردنية، والأردن يعني بدأ يفكر بنظرة مختلفة مثل تغيير قواعد الاشتباك، للتفكير بعبور الحدود السورية، إقامة منطقة عازلة تصل إلى 30 كيلومتر وغير ذلك من هذه الإجراءات. إذن هذه المسارات الثلاثة فشلت دكتور، أليس كذلك؟ وصل الأردن إلى هذه القناعة الآن؟ فشلت بامتياز، ووصل إلى قناعة أنه لابد من البحث عن خيارات ووسائل عديدة من ضمنها قبل هذه الجانب العسكري. دكتور الآن الإيران ماذا تريد من الأردن غير قصة المخدرات؟ هل الأردن فعلا في عين مطامعها؟ بالتأكيد، وأنا أؤكد لك ذلك من منطلق يعني بصفتي خبير في الشأن الإيراني ودرست في إيران. الأردن بيشكل منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة لإيران، ودائما عندما تغلغلت الميليشيات الإيرانية من خلال جبهة جنوب سوريا، كان في مساعد لقائد الحرس الثوري الإيراني قال نحن بتنا على مشارف العاصمة عمان وبالقرب من عاصمة آل سعود، في إشارة مباشرة إلى المملكة العربية السعودية. الآن الهدف في الأردن صحيح محاولة اختراق الأمن الأردني، خاصة بعدما فشلت المحاولات إيران في السابق. معاذ كان تريد إيران أن تقدم مجموعة من الامتيازات والإغراءات للأردن، نفط مجانا لمدة 20 عام، تسهيلات اقتصادية، تسهيلات فيما يتعلق بعلاقات الأردن الاقتصادية والسياسية مع العراق ومع النظام السوري، شريطة أن يقوم الأردن بفتح السياحة الدينية ودخول 30,000 سائح إيراني إلى الأراضي الأردنية بشكل شهري، وإقامة مطار في منطقة الكرك، بإعادة بناء الأضرحة والمزارات الدينية، تطبيع اقتصادي وسياسي وغير ذلك من هذه الجوانب. الأردن رفض ذلك، وهو يدرك تماما أنه هذه قصة المحاولة التطبيع السياحي سوف تكون واجهة لاختراق الأمن الأردني والتأثير على أمن الأردن وغير ذلك من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي يرى فيها الأردن أنها قد تكون أحد أهم مصادر التهديد بالنسبة للوضع الداخلي الأردني. الأردن تجاوز ذلك وحاول أن يبني علاقات مع الجانب الإيراني من خلال المكاشفة والمصارحة والوضوح، وأنه إحنا ينبغي على إيران أن تحترم خصوصيات الدولة الأردنية، أن لا تحاول اختراق الأمن الأردني. أنت بتعرف معاذ يعني حاول اختراق الأمن الأردني عبر عدد من الخلايا اللي تحاول يشكلوها في الأردن، مثل كان آخرها خلية ثغرة عصفور اللي كان من خلالها يريدوا القيام بعمليات تفجير واسعة في مناطق ومنشآت حساسة داخل الأراضي الأردنية. فبالتالي هم مطامع، لديهم مطامع سياسية، مطامع جيوستراتيجية. نعم، يعني إذن مطامع جيوستراتيجية هم هدفهم الأساس الاقتراب أكثر من الحدود السعودية، بنعم أم لا؟ نعم، الحدود السعودية وأيضا مع فلسطين المحتلة. تمام، أن يقتربوا أكثر من الحدود الفلسطينية ويبازروا الإسرائيليين أكثر، صحيح؟ نعم.
نعم نعم، أن تكون الأردن أحد نقاط التماس وأحد الأوراق التي يمكن في إيران أن تؤثر في على الأمن الأردني وتشتبك، يعني ساحة لتبادل الرسائل مع الخصوم والمنافسين وبالذات الجانب الإسرائيلي. هنا في هذه النقطة دكتور، الآن يتم تشويه سمعة الأردن بطريقة ممنهجة يعني من قبل الإيرانيين وأذرعهم، يقولون أن الأردن لا يصادر مخدرات، هذا الذي يأتي من سوريا إلى الأردن ليس مخدرات، هذه أسلحة بقصد الوصول إلى الضفة الغربية، وتأتي الدولة الأردنية وتصادر هذه الأسلحة وتمنع وصولها إلى المقاومين والمقاومة في الضفة، يتم تشويه سمعة الدولة الأردنية. هذه زي ما نقول دكتور معاذ سواليف حصيدة، يعني سواليف ليس لها قيمة على أرض الواقع، يعني إذا أرادوا تهريب سلاح فلماذا لا يتم تهريبه عبر جبهة الجولان وعبر الجبهة اللبنانية وغيرها من المناطق؟ أنا أعتقد أنه هذا يعني كلمة حق أريد فيها باطل، هم يهربون. يعني إحنا لما بنتحدث، شوف أنت ما يتم الإعلان عنه معاذ من عمليات المصادرة لا تعكس الواقع الحقيقي، هي أكبر من ذلك بكثير. عمليات تهريب مخدرات يعني بهدفها تدمير المجتمع الأردني وتدمير النسيج الاجتماعي والأمن الاجتماعي برمته. وشوف الأردن مشى في مسارين الآن، حماية حدوده الخارجية خاصة مع الجانب السوري للأسف الشديد، ولجأ أيضا إلى استراتيجية أخرى، محاربة تجار المخدرات في الأراضي الأردنية، وقام بعملية أمنية واسعة النطاق استمرت لأيام، وخلال الفترة القليلة القادمة سوف يتم الإعلان عن شبكات للتهريب وتجار المخدرات في الأراضي الأردنية. الأمر الثاني أنه ليس فقط هدفهم الأردن، أيضا دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها المملكة العربية السعودية اللي أعلنت هي في كثير من الأحيان عن مصادرة أيضا وإحباط عمليات تهريب إلى الأراضي السعودية، لأنه يعني طول الحدود الأردنية 375 كيلومتر، حاجة الأردن إلى وسائل أمنية عديدة لم توفرها الدول الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة، وبالتالي الأردن طالب أمريكا على اعتبار أنها شريك مهم وحليف للمملكة الأردنية بضرورة تقديم السلاح للأردن عبر تزويده بطائرات جديدة من F-15 وF-16، أجهزة إلكترونية حديثة لمراقبة طول الحدود الأردنية مع الجانب السوري. وربما ما يلفت النظر في عمليات التهريب، أنت ذكرت في مقدمتك أنه إذن النظام السوري إذن من طين وأخرى من عجين، هو لا يستمع، وهذا يعني يعكس نية مبيتة لتجانب النظام السوري بأهمية وضرورة دائما استنزاف قدرات الأردن ونقل الفوضى إلى الأراضي الأردنية عبر عمليات التهريب الممنهجة التي تتم إلى الأراضي الأردنية، لأنه تتم برعاية النظام بتعاون وثيق ما بينها وبين الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد. وبالتالي هذا احنا لما نتحدث عن الخيارات، قبل قليل كنا نتحدث عن الخيار العسكري بتغيير قواعد الاشتباك والقيام بعمليات عسكرية واستخبارية داخل الأراضي السورية لتدمير شبكات التهريب، لتدمير الأنفاق التهريب، وهذه مشكلة عويصة بات الأردن يواجهها، وكما أعلن عن ذلك الملك عبد الله أنه إحنا نواجه حرب فعلية على حدودنا الشمالية. مصطفى الحياري قبل قليل خرج وقال أنه المحدث باسم الإعلام العسكري الأردني قال أنه يعني فيما معناه أنه النظام السوري لا يستجيب. طيب الآن بشار أسد لا يستجيب، هل هو مرغم من الإيرانيين أم يعني هو قصديا لا يريد الاستجابة؟ الرجل لا يستجيب والإيرانيون لا يستجيبون. طيب ماذا سوف تفعل الأردن في قادمات الأيام والروس منشغلون في أوكرانيا؟ صحيح، الآن الأردن يعني لا يلام في خياراته، خيارات العسكرية قيام بعمليات أو بضربات عسكرية مباشرة إلى أوكار ومصانع ومخابئ التهريب من ناحية، الناحية الأخرى السعي لإقامة ربما منطقة عازلة تصل إلى 30 كيلو متر داخل الأراضي السورية. احنا مش الهدف دكتور معاذ هو احتلال الأراضي السورية بقدر ما هو الدفاع عن الأمن الأردني والمجال الحيوي الأردني وعدم استغلال مداخل الأزمات الإقليمية كساحة
لتبادل الرسائل مع أطراف عديدة وعلى حساب الأردن وأمن الأردن وعلى حساب الأمن الاجتماعي الأردني. الجانب الثالث أنه من الممكن ورقة العشائر السورية الاستفادة منها وتوظيفها في هذا الأمر. الأردن لديه علاقات ممتازة مع كثير من العشائر السورية، وممكن أن يلجأ إلى تسليح هذه العشائر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي لا سيما المملكة العربية السعودية ضمن إطار إقليمي ودولي أوسع. وبالتالي يعني هذه الخيارات المطروحة. طيب، بالإضافة إلى الخيار الاستخباري، عمليات استخبارية. طيب، لجمع معلومات لضرب خلايا وميليشيات تحاول تبني عمليات التهريب إلى الأراضي الأردنية. ذكرت أربع خيارات دكتور. الخيار الأول هو القصف، يعني الأردنيين قصفوا قبل أيام في السويداء، كان هذا ثالث قصف، لكن البعض يقول لك هذا غير كافي ولا يؤتي شيئا، لا يؤتي نفعا، يعني هذا خيار القصف الجوي، رأيك؟ يعني القصف الجوي أحد الوسائل المتاحة للمؤسسة العسكرية الأردنية، هي تحاول الأردن أن يوصل من خلالها مجموعة من الرسائل. طيب، إلى النظام السوري، أنه إحنا ربما يلجأ الأردن إلى التصعيد خاصة إذا لم يتم فهم محتوى هذه الرسالة في حال استمرار عمليات التصعيد. التهريب هو المنطقة العازلة، أليس كذلك؟ كما ذكرت لك، نعم. طيب، تصعيد المنطقة العازلة. بالمناسبة أنا سمعت من أحد المسؤولين الأردنيين أنه في هنالك معلومات لم يتم الإفصاح عنها للإعلام حفاظا على شعرة معاوية مع النظام السوري. وهي ما هذه المعلومات؟ أنا يعني ليس لدي علم، يعني لكن يبدو أنه الأمور أكبر. الأردن لدي بعتقد أنه معلومات يعني لاستهداف الأمن الأردني برمته، لأنه عندما تستمر عمليات التهريب، الموضوع مش موضوع مخدرات معاذ، يعني أنت قاعد بتحكي عن صواريخ بحاول إدخالها إلى الأراضي الأردنية. لماذا يدخلون الصواريخ؟ نوع من الذخائر بتم، أنا بعتقد أنه جزء منها لاستهداف سفارات أو مصالح غربية لخلط الأوراق، لاستنزاف قدرات الأردن. الآن أنت تعرف الأردن مشغول، كان جزء كبير من الجيش الأردني على حدودنا مع الضفة الغربية. فقط نقطة أخيرة دكتور معاذ، لأن اضطر الأردن أنه ينقل أكثر من فرقة كاملة على حدوده مع الحدود السورية لحماية الحدود الأردنية، وبالتالي هذا استنزاف لقدرات الجيش الأردني على حساب السيناريو للأسف الشديد التي تسعى إسرائيل باستغلاله لإحداث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وعملية ترانسفير في باتجاه الأردن. وبالتالي النظام السوري والنظام الإيراني بيخدموا إسرائيل أكثر من أي وقت مضى من خلال استمرار هذه العمليات وتصعيدها بهذا الشكل. حسنا، أعود بك للمسؤول الأردني، هو قال لك يعني الحفاظ على شارة معاوية مع الأسد في سياق أنه يعني ما يدخل وما يتم ضبطه أمر كبير جدا، في هذا السياق قال لك المسؤول. يعني يبدو يبدو أن هنالك عمليات تهريب تتم ويتم إحباطها من جانب الأردن، والأردن لا يعلن عن ذلك لاعتبارات عديدة. ما هو الإيرانيين وأذرعهم يقولون، لأنه ما يطلع عليك أي مسؤول أردني ويطلع شوف دكتور معاذ، لما يطلع الملك ويقول لك إحنا نواجه حرب على حدودنا الشمالية، فبالتالي يبدو أن هنالك أمر جلل وأمر كبير يتم على حدود الأردن الشمالية مع الجانب السوري. طيب، أعود بك يعني إحنا حدودنا الآن باتت مع إيران بالمناسبة معاذ. تمام. يعني ليست مع النظام السوري، لأن النظام السوري لا حول له ولا قوة، عظم الله وأجركم شكر الله سعيكم. ما في يعني الآن النظام لا يستطيع إحباط عمليات التهريب إلى الأراضي الأردنية، إما أنه غير راغب أو إما أنه فعليا ليس لديه القدرة على ضبط الحدود. طيب، أعود بك لقصة المنطقة العازلة، يعني الأردن هل لوحده بمقدوره أن يفعل أن يطبق منطقة عازلة؟ وإذا اتفقت الولايات المتحدة مع إيران لن تعطي الولايات المتحدة لا دعما ولا غطاء للأردن، وبالتالي تبقى حبيسة الأدراج هذه قصة المنطقة العازلة. أحد خيارات الأردن ربما يتم ذلك، ربما يكون هنالك رؤية أمريكية، يعني الأردن لما يتحدث عن هذا الموضوع أو يتم طرحه يستند ربما على دعم ما، إما من جانب الدول الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية. وربما الأردن قد طرح هذا الموضوع على عدد من الدول العربية لا سيما الخليجية، ممكن المملكة العربية السعودية، ممكن دولة الإمارات وغيرها من الدول لإقامة هذه المنطقة، لكن سوف تتم إن تمت بغطاء دولي، وهذا سوف يكون أمر خطير بالنسبة للنظام السوري، هي رسالة تحذير. لكن في نهاية المطاف يعني الكل يدرك تماما تقاعس النظام
أو عدم قدرة النظام على حماية حدوده. إحنا حدودنا الآن معاذ، وأكرر هذه الجملة، إحنا باتت مع الجانب الإيراني بنسبة 100% وليست مع النظام السوري. دكتور، تدري البعض يقول في هذا السياق أن الأردن الآن في مشكلة عظيمة، لأن هذه قصة المنطقة العازلة لن يساعد أحد الأردن في تطبيقها، والنظام السوري ليس الأمر بيده أصلا، والمشكلة أصلا مع الإيرانيين، والأردن لا يدري ماذا يفعل، وهذه قصة القصف بالطيران F-16 لا تسمن ولا تغني من جوع. لا يدري الأردن ماذا يفعل في هذه المشكلة، هكذا البعض يرى. يعني أنت أو أنا لو كنا مكان صناع القرار السياسي والأمني رح نفكر باعتبارات عديدة لحماية حدودك. بالأخير أنت حدودك مهددة، ارتقى عدد من الشهداء الجيش الأردني، هناك عمليات ممنهجة تتم من خلال ميليشيات إيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني. الأردن تحدث عن هذه المعلومات بشكل واضح وصريح، قدمها للنظام السوري، قدمها للمجتمع الدولي. وبالتالي أنا بعتقد أنه هذه المشكلة مش مشكلة الأردن مع النظام السوري ولا مع النظام الإيراني، هذه مشكلة إقليمية ومشكلة دولية. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في 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 مساعدة الأردن. وأنا تحدثت أنه الأردن طلب مساعدات أو الحصول على أسلحة، وبالذات أسلحة نوعية مثل طائرات F-16، مثل منظومات كشف ومراقبة لحدود الأردنية. وبالتالي جميع الخيارات مفتوحة. وأنا يعني طبيعة التفكير العسكري أو صانع القرار السياسي والعسكري والأمني الأردني دائما لديه كثير من الخيارات ولديه كثير من البدائل للدفاع عن الأمن الأردني. لأنه إحنا لما نتحدث لك نقول لك العام الماضي 65 مليون حبة كبتاغون تم إحباطها، كانت تريد الدخول إلى الأردن. على الأساس هي بالمناسبة هي مش للأردن زي ما قلت لك، هي عادة تصل جزء كبير منها إلى حسناً دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هذا يرتب مسؤولية إقليمية على الجميع. دكتور، هم يتحدثون عن هذه في تفصيلة الصواريخ التي صادرها الجيش الأردني، قال لك والله هذه ذاهبة للضفة الأردنية لكتيبة جنين وللكتيبة في جنين يعني، والأردن يمنع تسليح المقاومة في الضفة الغربية. هم يكرهون الأردن، يقولون يعني ولعلك تعلم يعني أنتم في الأردن تحبون صدام حسين. يا أخي لماذا تحبون صدام حسين؟ هم يكرهونكم، يعني يلمس البعض في قراءة مثقفيهم حقدا عليكم. شوف يعني هذا الحقد جزء منه حقد تاريخي لأسباب متعلقة بالحرب العراقية الإيرانية. وأنا لما كنت أدرس في إيران يعني كانوا دائما بيذكرونا في هذا الأمر أن الأردن وقف إلى جانب صدام حسين. لكن علينا أن نستذكر جميعا معاذ أنه عندما سقط العراق هو في العام 2003 فقد سقط جدار برلين العربي. وشوف الآن كيف استباحت إيران العراق واتخذته رأس حربة للعبور إلى دول المنطقة، وأنها تعيث خراب وفوضى. دخلت إلى بعدها من العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان، وطلع علينا حبيب الله سياري اللي كان قائد البحرية الإيرانية رحلة الأمل أو رحلة العبور إلى المتوسط، على أساس أن إيران باتت تمسك بالخليج العربي من ناحية وبالبحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى. الآن هنالك بيقولوا لك في نبوءات باراسايكولوجية متعلقة بالهذيان المهدوي، بيقولوا أنه العبور إلى الأردن وتدمير الأردن هو لمنع وصول السفياني إلى ومحاربته للمهدي. هذه الخزعبلات المذهبية اللي دائما بتحدثوا عنها، والحديث دائما عن التمدد القبوري وتمدد الأضرحة من خلال وجود أضرحة لآل البيت، حتى طلعوا في درعة وفي القنيطرة وفي السويداء وفي غيرها، بكرة بجوز بيطلعونا في 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 شو اسمها. يا ريت أن هاي الأضرحة يقولوا الإيرانيين أنها وصلت في تل أبيب وإلى خلينا نرجع الأسماء العربية إلى حيفا ويافا، خليها الجيش المهدي، والمهدي خليه قاتل، اللي قاتل في كل المناطق، قاتل في بغداد وقاتل في حمص وحلب وحماه حتى يستبيحوا الشعب السوري ويقاتلوا، لكن لغاية الآن المهدي تاعهم ما وصل لا لحيفا ولا ليافا. نأمل أنه يصل دكتور، حتى تستطيع إيران في نهاية المطاف أن تقاتل، وأن نشوف فيلق القدس هذا اللي أنشئ يقاتل فعلا للدفاع عن القدس وليس بروباغندا لمحاولة أنه يدمر المنطقة ويستنزف قدراتها على حساب دكتور. لكن انتصرت روايتهم القضية الفلسطينية، البعض يقول لك فعلا هؤلاء القوم انتصرت روايتهم. الآن يسوقون والله النظام الرسمي العربي عاجز، والنظام العربي الرسمي متآمر مع الصهاينة، ونحن نريد أن نساعد، والنظام العربي الرسمي يمنعنا، وحملة تجيش كبيرة، وأنتم في الأردن إرهابيون متطرفون، أنتم من أخرجتم أبو مصعب الزرقاوي، السلفية العالمية جزء كبير من رؤوسها أتوا من الزرقاء، من محافظة الزرقاء الأردنية،
وأنتم يعني تضعون صور صدام حسين في الشوارع يعني الآن ينسجون نسجا غريبا عن المجتمع الأردني. وقال لك والله مقام جعفر الطيار في الكرك ينادينا. الوضع صعب. نعم يعني انا استمعت الى كل ما يقوله الايرانيون وما ينسجون من خزعبلات، لكن في نهايه المطاف علينا ان لا ننسى ان ايران هي من دمرت العراق، ايران هي من دمرت سوريا، ايران من دمرت لبنان، ايران هي من دمرت اليمن. ويا ريت اذا احنا مش قادرين نقاتل اسرائيل خلي هالصواريخ اللي ايرانيين ليل نهار يعني بتغنوا فيها انها قادره للوصول على 2000 و 3000 كيلو متر ان تنطلق كما يقولون لإحراق تل أبيب. وزي ما قالوا دائما كانوا بيقولوا أنه إذا تم استهدافنا الإيرانيين، وتم استهدافهم في عقر دارهم عن طريق دخول خلايا كثيرة مدعومة من حتى الموساد الإسرائيلي، هرب 1.5 مليون وثيقة من البرنامج النووي الإيراني وقتل لهم محسن فخري زاده. لكن هذا دكتور هذا كلام قديم باختصار شديد إيراني. دكتور كانوا بيقولوا أنه إحنا دكتور والله بالثواني انتهى الوقت. نعم. يعني البعض يقول لك هذا الكلام فات عليه الفوت، الآن مثقفين أردنيين وغير أردنيين الآن ينظرون للدور الإيراني ويقول لك أهلا وسهلا بالإيرانيين. الآن أنت تتكلم كلام قديم يا دكتور. والله أنا ما سمعت. لا يعني أنا ما استمعت، ما يعني ما بعرف إذا كان في هنالك منظرين يدافعون عن إيران، لكن في نهاية المطاف بعتقد أنه في هنالك رؤية مغلوطة حول إيران. إيران تسعى إلى تدمير المنطقة، هي تستثمر فيما يسمى بحركات ما يعرف بالغطاء. هذا كلام طائفي دكتور، البعض يقول لك هذا كلام طائفي، المصدات للدفاع. هذا كلام طائفي. أنت طائفي؟ لا، أنت عربي سني طائفي. أنت تكره الإيرانيين لأنهم شيعة، هذا كلام من الطائفية، هكذا البعض يقول لك. لا 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 لا، إحنا إيران هي دولة تعمل بنفس قومي، تستعمل كل أدواتها في المنطقة ووكلائها خدمة للمشروع الإيراني للدفاع عن المجال الحيوي الإيراني. وأنا بدي أعطيك مقولة واحدة فقط لمحمد جواد ظريف. بيقول إحنا في الدستور الإيراني صحيح إنه إحنا بدنا ندافع عن المستضعفين، لكن ليس الحرب نيابة عنهم، وبالتالي عليهم هم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إحنا دربنا هالميليشيات وهالأذرع وهي تقوم بالمهمة الموكولة إليها حسب الرؤية الإيرانية وحسب المخطط الإيراني في نهاية المطاف، ولو قتل كل الشعب السوري واليمني واللبناني والعراقي والفلسطيني. حمد الله الأردن. الباحث المختص في الشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم، كنت معي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك دكتور. ما تبقى في أمان الله.